بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي. الدرس النهارده هو الدرس الثاني، واسم الدرس Atomic Emission Spectra. وإميشن يعني إشعاع، وسبكترا يعني طيف، وأتوميك يعني ذري. يبقى هناخد طيف الإشعاع الذري أو طيف الإشعاع الخاص بالذرة، وطيف يعني مجموعة من الألوان، وإميشن إشعاع أو انبعاث. يبقى هناخد انبعاث ضوء ملون من الذرة، تمام؟ فده معنى العنوان. طب ازاي هينبعث ضوء ملون من الذرة؟ On heating atoms، بتسخين الذرات، of pure element، لأي عنصر نقي. To high temperature، بدرجة حرارة عالية، or بوضعها في electrical discharge tube زي اللي شفناه في الدرس الأول، تمام؟ يحصل ايه للأتومز لما نسخنها عند درجة حرارة عالية او نحطها في discharge tube؟ بتتوهج، تمام؟ طلع ضوء، تمام؟ احنا بندرس الضوء اللي طالع ده بجهاز معين اسمه spectroscope، فبنشوف الوان مختلفة، بنسمي الالوان دي emission spectrum، طيف الانبعاث، طيف الضوء المنبعث، الوان الضوء المنبعث، تمام؟ طبعا ملحوظة صغيرة تهمني قبل ما نبدأ في الدرس ده، انكم تكونوا راجعتوا الدرس اللي قبله، وده خلوه نظام باستمرار طول الترم ان شاء الله، ان قبل ما تبدأوا درس تكونوا بصيتوا بسرعة على الدرس اللي قبله مراجعة سريعة، او حليتوا اسئلة عليه، لان كتر ما تحلوا اسئلة بتفضل دايما المعلومات في ذهنكم وما بتنسوش الدرس بسهولة، تمام؟ فاللي ما شافش الدرس الاول وما يعرفش يعني ايه discharge tube، ما شافش تجربة تومسون، ما شافش الاشعة بعينيه، يرجع للفيديو الاول هيشوف الاشعة بشكل عملي بتجربة تم اجراءها في المعمل، ويرجع للجزء الخاص برازرفورد والموديل بتاع رازرفورد عن الذرة عشان يكون متابع معانا دلوقتي لما نكمل كلام. يبقى احنا قلنا ان لما بنسخن اي عنصر سواء بالنار heating atoms، بنسخن الاتومز باللهب بالنار، او بنحطها في discharge tube بنلاقي على طول انها زي emit radiation، بتصدر منها اشعاع، بتصدر منها اشعاع. لما بنسخن العنصر على النار بيصدر منه لهب متوهج، حتى اللهب نفسه بيكون ملون، وهنشوف بعينينا حالا تجربة ازاي لما بنحرق اي عنصر في النار بيخلي لون النار مختلف. فلو شفنا التجربة دي، جبنا مجموعة من العناصر وحطناها على مصدر للهب، هتلاحظوا ان كل عنصر مطلع لون مختلف للهب، كلهم تم احراقهم، لكن في مطلع لون ازرق، في اصفر ذهبي، في لون اخضر، في احمر، في برتقاني. الالوان المختلفة دي لان كل عنصر مختلف عن التاني، فلما بيحترق بيطلع لون، بيطلع ضوء مختلف عن التاني. العلماء ما بيسيبوش ظاهرة زي كده من غير دراسة، فلما درسوا الظاهرة دي درسوا اللون اللي طالع ده باللهب بواسطة جهاز اسمه سبكتروسكوب. شايفين يعني هنا ده عنصر الأصفر الذهبي، ده عنصر الصوديوم، الأخضر ده عنصر النحاس، كل عنصر جبناه وحرقناه الألوان مختلفة تماما عن بعضها. هنبتدي ندرس الألوان دي سواء اللي طالعة من الاحتراق بواسطة اللهب أو اللي طالعة من الديسشارج تيوب اللي شفناها في الدرس الأول، ندرسها بالسبكتروسكوب. في ملحوظة صغيرة، لما درسنا بالسبكتروسكوب سمينا الأشعة اللي طالعة emission spectrum أو line spectrum، يعني طيف خطي، line يعني خطي، وemission يعني انبعاث، طيف الانبعاث أو طيف الخطي. ليه سميناه الطيف الخطي؟ لأن لما درسنا بالسبكتروسكوب الإشعاع اللي طالع من احتراق العناصر لقيناه إنه بيطلع على شكل خطوط ملونة، تمام؟ فسميناه طيف خطي. هنشوف بعد شوية إيه هو السبكتروسكوب، وهنشوف الخطوط دي كمان إن شاء الله. يبقى لقينا إن الخطوط اللي بتطلع limited number، عدد محدد of restricted colored lines، من خطوط محددة الألوان، تمام؟ عشان كده سميناها line spectrum، طيف خطي، طيف مكون من خطوط، والخطوط دي مفصول ما بينها separated by dark areas، مفصولة ب مسافات غامقة أو مسافات سودة. ده شكل السبكتروسكوب.
طبعا ما يهمكمش حاليا تركيبه قوي، لكن لازم تبقوا عارفين شكل الجهاز اللي بتستخدموه. ده الجزء الاولاني بيسمى كالوريميتر، والجزء اللي في النص ده بيتثبت عليه منشور هنشوف في المخطط بعد شوية ان شاء الله. والجزء ده بيسمى تلسكوب، بيدخل الشعاع من الكالوريميتر بيعدي على المنشور وبعدين يمر في التلسكوب، واحنا بنبص بعينينا من طرف التلسكوب الاخر عشان نشوف شكل الطيف، شكل السبيكتروم. هنا قدام الجهاز بنحط مصدر الإشعاع سواء كان لهب أو discharge tube، فالشعاع بيدخل من هنا داخل الجهاز على سليت أو فتحة ضيقة جدا عشان جزء صغير جدا من الأشعة هو اللي يمر، بعدين يمر من خلال البريزم اللي هيكون محطوط في النص هنا، بس هو هنا احنا شايلينه، بعدين الشعاع يستمر واحنا نبص من الناحية التانية من عند التلسكوب عشان نشوف الخطوط الملونة. ده منظر تاني للجهاز، ادي الديسشارج تيوب اللي احنا اتكلمنا عليها في الدرس الاول، مطلعة الشعاع بتاعها قدام الجهاز، هيمر طبعا داخل الجزء الاولاني وعبر فتحة ضيقة جدا وهيمر على المنشور اللي هنحطه هنا في النص، وهو واقف ناحية الفتحة بتاعة التلسكوب عشان يبتدي يبص منها على الخطوط الملونة. يبقى تاني ايه هو اللاين سبيكترم؟ It's a type of spectrum، نوع من الطيف، composed of، مكون من small number، عدد صغير، of restricted colored lines، خطوط ملونة محددة، تمام، separated by dark areas، مفصولة بمسافات سودة. طيب هيقول سؤال give reason، وللسبب the radiant light، الضوء اللي بيشع من الاتومز is named line spectrum، بيسمى بالطيف الخطي. ليه بيسمى بالطيف الخطي؟ because it composed of limited number of restricted colored lines، من خطوط محددة ملونة، تمام، which are separated by dark areas. كلكم طبعا عرفتوا الإجابة، ليه بنسمي الطيف ده بالطيف الخطي؟ لأنه عبارة عن خطوط ملونة مفصولة بمسافات سودة، تمام. كمان لما درسوا the line spectrum of hydrogen، لما بصوا بقى على حطوا الهيدروجين في discharge tube وبصوا عليها بالسبكتروسكوب، لقوا the line spectrum of hydrogen appears as four colored lines، يبقى الطيف الخطي بتاع الهيدروجين كان كام خط؟ أربعة، أربع خطوط ملونة separated by dark areas، تمام، زي ما هنشوف في الشكل اللي جاي حالا. ده مخطط بيمثل التجربة، ادي discharge tube اللي حطينا فيها الهيدروجين، طبعا discharge tube متوصلة بهاي فولتج عشان يبتدي الهيدروجين ده يوصل الكهرباء ويشتعل ويصدر الضوء. حطينا قدامه سلت، يعني فتحة صغيرة جدا، شق صغير جدا جوه عازل، يعدي منه جزء صغير جدا من الشق ده، يعدي جزء صغير جدا من الضوء، نحط قدامه في مساره منشور، فيمر الضوء من المنشور ويبتدي المنشور بيعمل ايه في اي ضوء يسقط عليه؟ بيحلله الى الوان، تمام. فالضوء اللي سقط على المنشور اتحلل الى اربع خطوط ملونة، تمام، ظاهرين على الشاشة السوداء اللي قدامنا دي، تمام. طبعا هنكبر الشاشة السوداء كده نجيبها قدامنا عشان نشوف الخطوط الملونة في الرسمة اللي تحت. ادي اربع خطوط، احمر وازرق مخضر بيسموه بلو جرين وبلو وبيربل، بنفسجي، تمام، بنفسجي باهت خالص. فدول اربع خطوط ملونة، هما دول اللاين سبيكترم اوف هيدروجين، الطيف الخطي بتاع الهيدروجين. فهمنا التجربه؟ طب سؤال give reason it was found experimentally، وجد بالتجربه العمليه that the spectral lines، ان خطوط الطيف are an essential characteristic، صفه مميزه for each element، لكل عنصر. طبعا كلكم اكيد عرفتوا الاجابه، ليه هي صفه مميزه لكل عنصر؟ مفيش عنصر بيدي spectral lines زي التاني، because there are no two elements have the same spectral lines، عشان ما فيش عنصرين بيدوا نفس الالوان ونفس العدد من الخطوط، فبنعتبر ان الطيف الخطي ده حاجة بتميز كل عنصر، زي بصمة لكل عنصر. اول ما نشوفه نكتشف مين العنصر ده، اول ما نشوف الطيف الخطي نعرف منه مين العنصر اللي قدامنا، تمام. يعني لو افترضنا ان حد عمل حط غاز معين في discharge tube وما قالكش ايه الغاز ده، وبعدين جه قالك شوف اللاين سبيكترم اللي طلع لي، فلقيت انت اربع خطوط ملونين
واحد ريد، واحد بلو جرين، واحد بلو، واحد بيربل، باهت، خلاص عند نفس الارقام اللي مكتوبة قدامنا هنا، تمام. فعلى طول انت هتقول له انت حاطط غاز هيدروجين جوه الديسشارج تيوب، لان دي السبكترال لاينز الخاصة بالهيدروجين، دي زي البصمة الخاصة بكل عنصر، فطالما طلعت بنفس الارقام بنفس الالوان يبقى ده هيدروجين، ما فيش عنصر تاني ممكن يدي نفس الالوان دي بنفس الارقام دي، تمام. هنفهم بعد كده ايه الارقام دي اللي مكتوبة تحت. في واحد اسمه بور درس الاتوميك سبكترا ده، تمام، وابتدى يستنتج تصور عن تركيب الذرة، تمام. بور عمل بوستيوليتس، عمل شوية فرضيات او فروض، في ثلاثة منهم اتفق فيهم مع راذرفورد اللي احنا اتكلمنا عنه في الدرس اللي فات، تمام. ايه الثلاث نقاط اللي بور اتفق فيهم مع راذرفورد؟ الثلاث نقاط هم: اول نقطة قالها a positively charged nucleus exists in the center of the atom، قال ان في نواة نيوكليوس تحمل شحنة موجبة positively charged، يعني مشحونة، charged مشحونة، positively موجبا، مشحونة موجبا، مشحونة ليها شحنة موجبة، exists in the center of the atom، موجودة في مركز الذرة، تمام. يبقى ابتدى يحدد تركيب الذرة، ان في نيوكليوس موجبة موجودة في المركز. وايه كمان بور قال؟ ايه كمان زي راذرفورد؟ قال the number of negative electrons، عدد الالكترونات السالبة، equals the number of positive protons inside the nucleus، قال ان عدد الالكترونز السالبة اللي بتدور حول النواة لازم يساوي عدد البروتونز الموجبة الموجودة جوه النواة عشان تبقى الذرة متعادلة ما بتكهربش، تمام. يبقى قال ايه تاني؟ the number of negative electrons equals the number of positive protons، خلاص. ايه تالت حاجة قالها بور؟ قال اثناء دوران الالكترونز حوالين النواة بيكون في قوة طرد مركزية، الالكترون لما بيجري 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 عاوز يطلع بره، فبنسمي القوة دي اللي عايزة تطلعه لبره تبعده عن النواة بنسميها قوة طرد مركزية، والنواة موجبة وهو سالب فهي عايزة تشده لجوه، تمام. فقوة الطرد المركزية اللي بتخلي الالكترون ينطرد الى الخارج بتساوي قوة الجذب بتاعة النواة، فبيفضل الالكترون ماشي في نفس المسار. يبقى قال ايه بور؟ during the revolving of electron، اثناء دوران الالكترون بسرعة around the nucleus حول النواة، a centrifugal force، قوة طرد مركزية arises، بتنشأ قوة طرد مركزية نتيجة حركته بسرعة، بيبقى فيه قوة طرد مركزية which is equal to the attraction force، يبقى centrifugal force equal to the attraction force of the nucleus on electron، centrifugal force بتساوي ال attraction force، قوة الطرد المركزية اللي عايز تخرج الالكترون لبره بتساوي قوة الجذب اللي عايزة تسحبه للداخل ناحية النواة. يبقى اثناء دوران الالكترون بسرعة حول النواة centrifugal force اللي نقدر نمثلها في السهم كده للخارج عاوز يطرد الالكترون بره equals the attraction force اللي نقدر نمثلها في السهم للداخل عاوز يسحب الالكترون ناحية النواة، تمام. طيب دول الثلاث حاجات اللي بور اتفق مع راذرفورد فيهم، ان في نيوكليوس موجبة، ان في الكترونز سالبة بتساوي عدد البروتونز الموجبة، ان في centrifugal force بتساوي الاتراكشن فورس. طب ايه الجديد بقى اللي بور قاله؟ الجديد اللي بور قاله ان الالكترونز دي اثناء دورانها حوالين النواة بتدور without emission، بدون انبعاث or absorption او امتصاص of any amount of energy، يعني وهي عمالة بتجري بسرعة كده حوالين النواة لا بتمتص اي طاقة ولا بتفقد اي طاقة، تمام. يبقى ده اول فرضية بور اضافها على كلام راذرفورد، فقال ان عشان هي الالكترونز لا بتمتص طاقة ولا بتفقد طاقة اثناء ما هي عمالة تدور بتبقى الاتومز اسمها ستيبل اتوم، يعني ذرة مستقرة، ذرة مستقرة. ايه تاني حاجة قالها بور؟ قال ان الالكترونز دي بتدور حوالين النواة في مسارات طاقة محددة، تمام. يبقى هو قال ان الالكترونز بتدور حوالين النواة في مسارات طاقة محددة، تمام، ومفيش الكترون يقدر يكون موجود في النص كده عشوائي بين المسارات، لا
يا اما هيكون موجود الالكترون في المسار ده مثلا، او في المسار ده، او في المسار ده. في الفراغات اللي في النص مفيش الكترونز ماشي عشوائي، تمام؟ يبقى قال electron orbits the nucleus indefinite، الالكترونات orbits the nucleus يعني بتدور حول النواة indefinite allowed energy levels، definite يعني محددة، allowed يعني مسموح بيها، energy levels مستويات طاقة. يبقى الالكترونز تدور حول النواة في مستويات طاقة محددة مسموح بيها. they can't be found at intermediate distance، ما تقدرش تكون موجودة في المسافة اللي في النص بين الـ بين الـ energy levels. يعني كل مسار من المسارات دي بنسميه energy level، بنسميه مستوى طاقة، تمام؟ الـ electrons orbits the nucleus بتدور حوالين، electrons orbits the nucleus الإلكترونات بتدور حوالين النواة indefinite allowed energy levels، تمام؟ بتدور حوالين النواة في مستويات طاقة محددة وما بتكونش أبدا موجودة in between ال levels دهيت، خلاص؟ طب هل الإلكترونز تقدر تتحرك من مسار لمسار؟ عشان تتحرك من مسار لمسار، تنتقل من level لليفل، لازم تعمل jump، قفزة، يقفز يعمل جامب ويجي على الليفل اللي بعده، او جامب كمان ويجي على الليفل اللي بعده، تمام؟ فالالكترونز تعمل جامب، كومبليت جامب، علشان توصل من ليفل لليفل تاني. هنكمل بور بوستيوليتس في الفيديو اللي بعده ان شاء الله.